تقدم السعوديون شعوب العالم في الإنفاق على الأثاث والاتصالات، لكن اليابانيين كانوا في مقدمة الدول الأكثر إنفاقاً على السكن والوقود. هذا بحسب دراسة حديثة نشرتها مجلة إيكونومست، وأشارت الدراسة إلى أن الروس كانوا الأكثر إنفاقاً على الأكل والملابس والأحذية، لكن الأمريكيين كانوا أكثر إنفاقاً على الصحة. أما دول الاتحاد الأوروبي كانت أكثر إنفاقاً على الفنادق والمطاعم، لكن مواطنين كوريا الجنوبية راحوا بعيد وكانوا ينفقون أكثر على التعليم. أوضحت الدراسة أن السعوديين أقل الشعوب إنفاقاً على المواصلات والصحة، لكن الروسيين أيضاً أقل دول العالم إنفاقاً على السكن والوقود والتعليم، والأمريكيين الأقل في الإنفاق على الغذاء، وكان الكوريين الجنوبيين الأقل إنفاقاً على الأثاث. يعني الكوريين الجنوبيين يدفعون مبالغ كبيرة في التعليم وفي الأثاث شوي.